ريسنت ميموري وايموشنال ايه رياكشنز. طب ليه هو ماله؟ ثرو اتس كونكشن مع مين؟ مع الهايبوثالامس والليمبك ايه سيستم. وبعدين برضه في السيستمز المسؤول عن الهاي انتلكتشوال فانكشنز اللي هو اللانجوج او السبيتش والليرنينج، ها، لانه عامل كونكشن مع مين؟ الكورتيكال اسوسيشن ارياز، الدورس ميديال والدورس لاتر قلتهم فوق. وايضا البيهيفير والايه؟ والبرسوناليتي، لان له كونكشن مع مين؟ مع البري فرونتال كورتيكال ارياز. يعني ما شاء الله مش سايب حاجه. لكن هو اساسا طبعا هو داخل في السيستمز دي، داخل بس فيها كده، لكن هو اساسا بقى ريلي ستيشن للسنسيشنز كلها زي ما نيجي على السلامك سندروم. السلامك سندروم اللي هو المرض الشهير في الثالامس، عباره عن طبعا ديزيز بيحصل نتيجه ل ثرومبوزس في الارتري، وان اوف ذا ميجر ارتريز ويتش سبلاي ثالامس، اسمه سلاموجينيكيوليت ارتري. ده برانش من البوستيريور سيريبرال ارتري، هتشوفوه طبعا ان شاء الله في الايه في الاناتومي لما تشرحوا البرين. ثرومبوزس في اني ارتري ريس سلامو جينيكوليت ارتري. طبعا هتكون النتيجه دامج لبعض المناطق في الثالامس، ويبان السيمتومز او المانيفستيشنز بناء على هذا. هتبان في ادي ناحيه في البودي، ها كده عشان نتفق بس من الاول في الاوبوزيت سايد. طبعا النيوكلس الرئيسيه اللي بيعملها دامج هي الفيبلين. هي الايه؟ الفيبلين. ايه الفيبلين ده؟ ها الفنترو بوستيريور لاترال نيوكلس اوف الزرابس اللي جاي لها تراجمنال وايه؟ وسباينال وايه؟ وميديال اللي من سكاي. ماشي؟ انا طبعا قلت ايه؟ الكلمه غلط دلوقتي. انا قلت ايه تريجيمنال؟ لا، التريجيمنال بيخش في الميديال ايه؟ في الميديال بارت اوف ذيس نيوكليس اللي هو فيف منه. عشان كده ما تلاقيش الفيس كتير افكتد، مش دايما. لان الاصابه اكثر في مين؟ في اللاترال بارت. اللاترال بارت اللي هو ايه؟ ها؟ داخل له مين؟ الميديال لمنسكس والسباينال لمنسكس. التريجيمنال لمنسكس بيخش في الايه؟ في الميديال بارت اوف ذيس نيوكليس. عشان كده هنبص نلاقي في الفيجر 28 ده لو الاصابه هنا، الاصابه في هذا البني ادم اللي قدامك اللي واقف اهو، في انهي ثالامس اولا؟ الشمال ولا اليمين؟ فكر معايا. اولا الحته المظلله دي كلها نص الجسم بالظبط اهو، ما فيهاش احساس. يعني هيمي انستيزيا. هيمي انستيزيا. ده الناحية اليمين، ده الناحية اليمين، يبقى الإصابة عنده في الثالامس الشمال. الثالامس الإيه؟ الشمال، ها؟ لأن كل السنسيشنز عاملة كروسنج كلها، ها؟ أنا راسم الإيه؟ الفيس، بس بقول إنه مش دايماً أفكتد، هو في الصورة دي واخدها كلها، ولكن مش دايماً الفيس أفكتد، أو يبقى أفكتد بسيط، لأن زي ما أقول تاني وتالت ورابع، إن التريجينال ليسكس بينتهي عند الايه؟ الميديال بارت اوف ذا بوسترو فنترال نيوكس مش اللاترال. فهيبان بقى يا سيدي ايه؟ ايرلي ان ذا ديزيز ذير از ايه؟ خليك معايا اهو، كومبليت لوس اوف اول سنسيشن، يعني لاترال هيمي انستيزيا الناحيه الثانيه، زي ما شفنا في فيجر 28 قلت لحضرتك انه الليفت ثالامس هو اللي فيه دمج. Facial sensation اهي are not always lost because the damage occurs more in the pavement and not the pavement. في اللاترال بارت not في الميديال بارت. لكن مش معناه انه يعني ما بيصوموش، لا ممكن. لكن بيقول معظم الاحيان ما بيأثرش كتير على الميديال بارت. طبعا نتيجه لهذا sensory ataxia. Loss due to loss of a kinesthetic a sensation especially the sense of position زي ما بيحصل في التيبز دورسال. ده اول حاجه بتحصل في الديزيز. طبعا واضحه قوي، مش عاوزه كلام. كونترالاترال هيمي انستيزيا، الفيس نوت مش دايما افكتد او افكتد ضعيف، ومعاه سنسوري ايه اتاكس. طب وبعد كده يحصل ايه؟
بعد كده يحصل ايه؟ within the next few weeks or months ترجع تاني مين؟ البروتوباسيك او الكروت سنسيشنز اللي هي بقى نوت ساين بقى وبورلي لوكالايزد ها؟ في الاوبوزيت سايد طبعا. But the epicritic او الفاين سنسيشنز are permanently lost. طبعا ما تجيش ابد خلاص لان الكونكشن مع السنسوري كورتيكال ارياز اتقطع خلاص. ما فيش بقى لا لوكاليزيشن ولا استيميليشن ولا ستيريوجنوزس. يقول عليها بص يا سيدي استيريوجنوزس. كل الكلام ده بقى تكتب تكون قاري كويس قبل كده عشان تفهم. فهنا استيريوجنوزس يعني لما تدي له مفتاح في ايده ولا حاجه وهو مغمض عينيه وتقول له ده ايه ويقعد يقلبه شمال ويمين ويشوف بقى الويت بتاعه ويشوف التمبريتشر ويشوف الشيك ويشوف هو مش شايف ما يعرفش ده ايه. This is accompanied by emotional disturbances. طبعا مش قلت متصل بالليمبك سيستم مسؤول عن الايموشنز. و attacks of severe spontaneous pain. برضه يجي له الام شديده جدا فجاه كده بعد صوره ازمات كده او attacks يقول عليها سلامك بين او سلامك هايبرباسيا. ليه؟ لانه يقال انه زي ما قلت لحضراتكم في اول الكلام عن السلمس ان زي هو ما بيبعت للكورتكس الكورتكس بيبعت له وبيبعت له امبلسز عن طريق سيستم كده اسمه انالجيزيا سيستم واخد بالك. فالديزيز بقى الاصابه اللي حصلت بتمنع الكونكشن ده وهذا الاتصال بتاع الكورتكس اصلا انهبيشن يعني يحاول يعمل بين انهبيشن. فانت دلوقتي لما حصل دامج وهذا الاتصال اتقطع فيحصل ريليس اوف ذا انترلامينر نيوكلياي. ريليس يعني ايه؟ كانت متاثره بحاجه والحاجه دي اتشالت بقت ريليس دي منها. طب الامبلس جايه من الكورتكس دي اكسيتاتوري ولا انهبيتوري؟ انا بقول لك انهبيتوري. طب الليجن قطعها فالانترلامينر نيوكلياي بقت ريليس من هذا الانهبيشن ودي طبعا هي بتاع البين. فتلاقي في ازمات من البين جامده جدا فيقولوا عليها ريليس فينومينون. دي حاجه في السين لسه مشهوره قوي وبتحصل كتير هنجيب سيرتها بعد كده في اماكن كثيره يعني. وبعدين بص معايا بقى نمبر بي دامج في الفنترو لاترال نيوكليس اللي هي الموتور نيوكليس دي هيك وزميلتها فنترو انتيرور برضه lead to asthenia يعني muscle weakness وhypotonia ومانيفستيشنز اوف سيريبيلر اتاكسيا. الله عارف ليه ده؟ عشان فقدت الكونكشن ما بين الايه؟ السيريبيلم والسيريبرال كورتكس. ما النيوكليس لو حصل لها دم وبيحصل لها. فهتبان اعراض برضو incoordination of movement بس نتيجه لاصابه مين؟ الاصابه في السيريبيلم بقى. هي مش مباشره في السيريبيلم. لا. لكن الكونكشن ما بين السيريبيلم والكنترول بتاعه على الموتور كورتكس اتقطع. فيحصل سيريبيلر اتاكسيا. لها بقى ايه؟ التفاصيل بعد كده. ده انا قلت كمان حصل قبل كده اوعى تنسى لما واحد هنا سنسوري اتاكسي ده بقى في سنسوري وفي ايه؟ سيريبيلر اللي يقولوا عليها كمان موتور اتاكسي. عشان كده انا كاتب لك تحت هنا في المحفوظه دي ان في السيرابيك سندروم عندك ايه؟ ميكسد اتاكسي يعني ايه؟ سنسوري وايه؟ وموتور او سيريبيلر اتاكسي. السنسوري عرفناها بقى فاكرينها؟ نفتكر كده عنها حاجه. فاكر رومبرج سايد لما يقف يغمط عينيه يقع؟ وفاكر الستامبنج جيت لما يمشي يبرطع برجليه؟ طبعا كل ده نتيجه طبعا لان انت عملت دامج في الكاينستيتك سنسيشنز او مفيش لوس اوف كاينستيتك سنسيشنز وكمان لوس اوف كنترول اوف ذا سيريبيلم اون ذا موتور كورتكس. وانا قلت لحضرتك من شويه ان برضه البيزل جانجلي دي ما هي داخله يعني تاثيرها على الكورتكس برضه السلمس في النص. لما السلمس يحصل فيه دامج ممكن جدا الكونكشن ده يضيع يبان حاجات برضه ثانيه يبان ايه؟ حاجات نتيجه للايه؟ لقطع الكونكشن ما بين مين ومين؟ البيزل جانجلي. تقول لي البيزل جانجلي ما هي شويه سيلز برضه لها موتور افكت وبتعمل كنترول على الايه؟ على الكورتكس على الموتور كورتكس زي السيريبيلم كده.
موجوده في موجوده برضو زي يعني اثار كورتي كانت جنب السلم. ما اقدرش اقول تفاصيل اكتر عشان ما الخبطش، لكن بقول حاجه اسمها بيزل جانجليا، وبرضو بتعمل كنترول على الموتور كورتكس زي السيريبيلم، والسلمس هو ايه محطه في النص. حصل دمج في السلمس يبقى الكونكشن ده بقى اتأخر خلاص، فيبان اعراض برضو زي انفولانتري موفمنت، يبتدي يعمل لك المريض يحصل له ايه حركات لا اراديه كده اهو. شوف از ريزلت اوف، وانت بتسمعني بتقرا برضه، از ريزلت اوف انتربشن اوف ذا كونكشنز بتوين ذا بيزل جانجليا اند سيريبرال ايه كورتكس. ادي القصه بتاع السلامك ايه سيندروم. كده بقى عشان نكمل السنسيشنز بقى، ده احنا خدنا التراك كلها وبعدين خدنا السلامس، مفيش بقى غير ان انا ايه اوصل لحد السنسوري ارياس في الكورتكس وافسر حاجات كتير، حاجات كتير اتقالت قبل كده وكنا بنقول اصبروا علينا هيجي مكانها، اهو دلوقتي جه مكان. بنتكلم على مين بقى؟ ها؟ ذا سنسوري كورتكس او الكورتيكال سنسوري ارياس. ده عنوان شامل يعني الاماكن المسؤوله عن السنسيشنز في الكورتكس. لكن بعد منه هيبقى في ايه؟ ها؟ بص العنوان ده بقى. ذا سوماتيك سنسوري كورتكس او السوماتيك سنسوري كورتيكال ارياس. يعني الاول هقول كلام شامل كده عن السنسوري ارياز وبعدين نخش بالتفصيل في مين؟ في السوماتيك سنسوري بقى. لكن من ضمن السنسيشن ما في فيجن وفي هيرنج، مش كده ولا ايه؟ فبتكلم على السنسيشن السنسوري كورتكس از هول، وبعد كده نتكلم على السوماتيك سنسيشنز بالذات. فمقدمه صغيره كده، الكورتكس ده طبعا ديفايد انتو تو لارج هيمسفيرز، تمام، ايتش اوف ويتش كونتينز فايف لوبس. كل هيمسفير فيه كام لوب؟ خمسه. الخمسه دول فرانتال وفرايتال وتمبرال واوكسيبيتال وليمبيك لوب. فلما نيجي نبص على هذه الصوره الصغيره اهي، اهي الاداء، ادي الفرانتال اهو اف، وادي الفرايتال واللي في التصوير الفرانتال هو الاو، اللي هو ايه؟ الاوكسيبيتال. وتحت هنا مين؟ التمبرال. تقول لي الليمبك فين؟ الليمبك في الميديال ايه سيرفيس، ده اللاترال سيرفيس اوف ذا هيمسفير اللاترال، لكن اللي مش باين بقى الناحيه الثانيه اللي هو الايه؟ الميديال سيرفيس اوف ذا هيمسفير، وده فيه الليمبك لوب. عشان كده اللي باين هنا بس في اللاترال ده مين؟ الفرانتال ها والبارايتال ومين؟ والاوكسيبيتال والتمبرال لوب. كويس. هما لقوا البرين ده كتله كده عاوزين يتصرفوا فيه، عاوزين نتكلم على اماكن معينه ولا نوصف حته معينه، فعملوا ايه؟ اولا هما لقوا ان هو لوحده كده السيرفيس ده معرض كده، يعني في تعليمات في ديبريشنز يقولوا عليها ايه؟ سلكاي جمع سلكس، وما بين الديبريشنز ها حتت مرتفعه كده يقولوا عليها جايراي جمع ايه؟ جايرس. يبقى طول ما انت ماشي كده الحتت الايه اللي نازله كده وعامله ديبريشن ده نقول عليها ايه؟ سالتس. والحتت اللي بينهم العاليه نسميها ايه؟ ها؟ جايرس. عظيم. ما احنا مش هنخش في تفاصيل، لكن بس مجرد كده لحد ما الامور ايه؟ يعني نتقدم شويه كده نعرف كل حاجه. ففي اثنين سلكاي كبار قوي وبيحددوا حاجات كتيره جدا لازم نعرفهم الاول. جم على هنا اهو، ده اهو الاسود ده اهو، ده بقى ديبريشن كبير جدا. ده ما بين مين ومين؟ بص كده ما بين الفرانتال ومين؟ والبارايتال لوبس اهو، واسمه سنترال سالكس او سنترال فيشر. سنترال سالكس او سنترال ايه؟ فيشر. وفي واحد تاني ما بين برضه البارايتال لوب وبين الايه؟ التمبرال لوب، اسمه ايه؟ لاترال فيشر او لاترال سالكس. كتير بقى بعد كده بقى مش عاوز اخش في التفاصيل، لكن دول نعرفهم دلوقتي اللي هم مين؟ سنترال سالكس او سنترال فيشر، واللي تحت اسمه ايه؟ ها؟ لاترال سالكس او لاترال فيشر. ماشي. وهنا بقى نبص كده حاجه قلتها 100 مره قبل كده.
ايه ان السنسيشنز بتنتهي عند بوست سنترال جايروس. اه ده انت فهمت اهو بقى، يعني الجايروس اللي ورا مين؟ اللي ورا السنترال فيشر. اه الجايروس اللي ورا مين؟ السنترال فيشر اسمه ايه؟ بوست سنترال جايروس. قدامه يبقى اسمه ايه؟ بري سنترال جايروس. تاخد بالك بقى؟ شفت دلوقتي اتفهمت ازاي؟ وبعدين لقوا ان الجيرات ده هي الجيرات دي منها كبير كبيره كده، وايه يقسموها الى اقسام صغيره ويدوا كل واحده رقم، واللي عامل الكلام ده واحد اسمه برودمان وسماها برودمانز ايه اريز. يعني مثلا احنا قلنا السنسيشنز، لو تبص في كل اللي فات قبل كده عايزك بقى ترجع تاني كده وتفكر وتبص تاني، هتلاقي بتسترجع بقى حاجات لطيفه جدا ويبقى الفهم مية مية بقى. يعني يقول لك كل الصور اللي فاتت كده يقول لك انتهى عند البوست سنترال جايروس، وفي صوره منهم كاتب لك اريا 3 و1 و2 او 1 و2 او 1، واخد بالك؟ شوف ازاي؟ تقول لي اشمعنى بيقولوا 3 و2 و1 على حسب ايه اكتشافهم، يعني تقول 1 2 3 3 1 3 1 و2 اللي يعجبك. المهم ان اريا 3 و2 و1 شايفها حضرتك؟ اهي دي البوست سنترال ايه؟ جايروس. وهذه الارقام قلنا عليها برودمانز اريا اللي عملها برودمان ده اهو. وعند كل ده للتسهيل، انا لما اقول اريا كذا اريا كذا اريا كذا خلاص؟ دي مقدمه بس كده. ايه هو بس الكورتكس ده؟ السنسوري ارياز بقى، السنسوري هم اثنين دايما تبص تلاقي السنسيشنز دي في اريا تستقبلها واريا تفهمها. افهمني افهمني كويس، يعني بتنتهي السنسيشنز في مكان واحد، مكان ما اوكي، بس انت مش هتبقى حاسس ان في حاجه لكن مش فاهمها، الاندرستاندنج بتاعها او المينينج معناها ايه او ايه ده مش عارفه، لابد اريا تانية يروح لها الفايبر عشان تفهم ده ايه. يو اندرستاند مي؟ يعني انت في اريا ايه السنسيشنز بتاعتك مثلا طلع مثلا هنا تكتايل سنسيشن، وطلع بروبريوسبتيف ايه سنسيشن، وطلع مش عارف بين، وطلع مش عارف تاتش، وفي طلع واخد بالك؟ فهمت ان في حاجه لكن عشان اسف انا استقبلت حاجه لكن عشان تفهمها وتبقى لوكالايزد ايت وتعرف مثلا اذا كان البين ده مثلا بريكنج الكواليتي بتاعته ولا بيرنينج ولا ايكنج ولا مش عارف ايه، لابد من اريا تانية تفهم الكلام ده. زي الفيجن حجم ممكن ايه اريا تشوف اه شافت حاجه، زي مثلا لو قدامي كلام اهو تبقى شايف ان في حاجات كده مش فاهمها دي ايه، لازم اريا تانية تفهم دي. اذا قال لك يا ريسنا ان عندنا هنا السنسيشنز الاساسيه طبعا اللي هم السوماتيك سنسيشنز العاديين بقى بين وتاتش وتمبريتشر وكاينستيتيك، واخد بالك؟ والفيجن والهيرنج. نخلص بقى من الفيجن بالمره كده، يعني مثلا الفيجن ده بيستقبل فين في الاوكسيبتال لوب؟ في اريا كام؟ بص اخر واحده دي كام؟ 17. لكن عشان يفهم معناها لابد من 18 وايه؟ و19. ها؟ عشان كده يسموا الاريا دي بتاعت الفهم ودي بتاعت الاستقبال بس. عندنا هنا في السوماتيك سنسيشن اللي بيستقبل مين؟ 3 و1 و2، اللي بيفهم عشان يفهمه لازم يبعت لمين؟ لخمسه وسبعه، لخمسه وايه؟ وسبعه، وسبعه دي من كبرها قالوا سبعه ايه وسبعه بي. هيرنج بتستقبلها باريا 41 وايه؟ و42، عشان تستقبل بس تسمع بس يعني تحس ان في سمع، عشان تفهم لابد من اريا ايه؟ 22. بناء على هذا الكلام نيجي بقى نشوف هنا السنسوري ايه كورتكس. هنا اهو. قلنا خمسه لوبز وجيراز وبرودمان اريا وبتاع. There are two groups of cortical sensory areas. الأولهم اسمهم إيه؟ ها؟ Primary sensory areas. Receive various sensory information from external sources. يعني من بره بقى من جيبهم ها؟ اللايت بتاع النظر والساوند ويفز عشان الهيرنج ها؟ وكل السنسيشنز اللي جايه من السكين وبره بتاع. Primary sensory areas. دي بتفهم؟ لا دي receive بس. عندنا برايمري سوماتو سنسوري اريا،
كام واحدة؟ واحد واثنين وثلاثة، معاهم 40 كمان اللي في البرايتال لوب. برايمري فيجوال اريا، اريا كام؟ 17. فين؟ اوكسيبيتال لوب. برايمري اوديتوري اريا، ها اريا 41 و42 فين؟ في التمبرال ايه. المجموعه الثانيه هتبقى اللي بتفهم بقى. يلا يا باشا، اهي سكندري او انتربريتيتد اريز. انتربريتيتد يعني يفهم دي او يفسر ايه اللي انا شايفه او اللي انا سامعه او اللي ها. يبقى دي انالايز، شوف انالايز ذا سنسوري انفورميشن to understand the meaning of the sensation. مهم جدا طبعا، والا تبقى مصيبه، هتبقى حاسس بحاجه لكن مش فاهم ايه هي. هيبقوا ثلاثه برضو اللي هم مين؟ secondary somato sensory area، area 5 و area ايه؟ 7. secondary visual area، secondary او interpretative بقى، ها؟ area 18 و 19 في occipital lobe. secondary auditory area، area 22 في temporal ايه؟ ادي بس احنا خلاص بقى، ده هم ده عندك لحد ايه؟ ها؟ لمعلومات انا كده لحد ايه؟ 46 و47 وبتاع، احنا بس بناخد يا دوب ايه؟ ها؟ مجرد يعني مجرد يعني عينه. بالمناسبه كده فيرنكس اريا او جنرال انترفيو هي اريا ايه؟ المول اللي احنا قلناه ده. اريا هنا هو في المنطقه الوسطى من الكورتكس ده، وعامله كونكشن مع الثلاثه ارياز اللي بيفهموا. مين اللي بيفهموا يا سيدي؟ 5 و7 و18 و19 و22 اللي بيفهموا السوماتيك سنسيشن، واللي بيفهموا الفيجن، واللي بيفهموا الايه؟ الاوديتوري سنسيشن. فهي موجوده هنا بتربط بينهم كلهم، لها اهميه كبيره قوي. ها؟ فاللي شافها خالص اسمه ايه؟ فيرنيك. فيرنيك، عشان كده سماها فيرنيك ايه؟ فيرنيك اريا او ايه؟ شوف الاسم الثاني بقى، ما بنقولش كلام اي كلام. ها؟ A general interpreted area located فين؟ Where the three interpreted areas meet. بيقابلوا كده مع بعضيهم كده في السنتر. Integrates the different types of sensory information into thoughts. يعني عشان يفهم السنسوري انفورميشن ده ويحوله الى ايه؟ افكار، عشان لو حبيت تتكلم، لو حبيت تعمل اي موتور فيك. And it plays an essential role in speech. الله، ده يعني معناها العمليه ان دلوقتي كلام كبير قوي. الفيرنكس اريا دي، واخد بالك؟ وهنقولها بعدين. لما نيجي بقى على مين بقى اللي هنخصص بقى؟ نخصص ايه؟ السوماتيك سنسوري كورتكس بقى. مش الايه؟ ها؟ لا الفيجوال ولا تخصيصي على السوماتيك. وقلنا يا سيدي ان هو موجود في البارايتال لوب، ها، وانه هو عباره عن الارياز 3 1 2 و5 و7. 3 1 2 بيستقبلهم، وايه وفي 5 وايه و7 اللي بيفهموا اللي هم الانتربريتيتيف اريا. جم لقوا ان في حاجه ثانيه كمان في الاستقبال دي، ها، اريا ثانيه في موضوع الاستقبال ده، وبداية الفهم لكن ايه لا، ما انا مش هرجع في الكلام. اللي بيفهم، اللي بيعمل اندرستاندينج وانتربريتيشن وكده، اللي هو 5 و7. لكن لقوا اريا ثانيه هنا اهو، بيهايند دي لوور بارت، ذيس از ذا مين سنسوري اريا، يقولوا سنسوري اريا 1، سوماتيك سنسوري اريا 1. لقوا اريا ثانيه هنا وراها، ورا الانفيريور بارت بتاعها، وسموها سوماتيك سنسوري اريا 2، ودي الاريا بتاعها 40، رقم 40. رقم ايه؟ 40. لو تيجي نشوف كده في الصوره اللي فاتت، نشوفها موجوده ولا لا؟ فين؟ اهي رقم 40. لان اللي قدام ده كان 3 1 وايه؟ و2 اهو، شايفهم؟ وهنا في اريا ايه؟ 40. يبقى اريا 40 دي اللي هي ايه بقى؟ ها؟ سوماتيك سنسوري اريا 2. تبع مين؟ تبع 1، تبع الاساسيه دي. 5 و7 فوق منها. اوكي؟ اذا لازم ادرس هذه الاريا سوا. مين هم؟ 3 1 2 الاول، وبعدين 40، وبعدين 5 و7. يلا حبيبي. فاحنا بنبتدي باول واحده اللي هي مين؟ اريا اس 1 اللي هي كام بقى؟
واحد واثنين وثلاثة بالنسبة للخواجة برودمان، هو اللي ايه قسمها لنا كده. موجودة شوف بقى فين؟ في البوست سنترال جايروس. خلاص بقى دلوقتي اتفهمت بقى، بعد ما كنا الاول نقول ايه هو بوست سنترال جايروس ده، ويعني ايه جايروس، ويعني ايه سالكس، ويعني ايه هاي. نبص بقى على ايه الكاركترستكس هنا، اهم حاجة في الايه في هذه الاريا اللي هي اس 1، اهم حاجة اولا البودي ممثل مقلوب، تلاقي الساي فوق والتانج تحت، سنسيشن من الساي يعني من الليك وكده فوق، وسنسيشن من ايه من الدماغ والتانج بتاع تحت، الممثل مقلوب انفيرتد ماشي. التمثيل مش زيه هنا، تقريبا هوريزونتال الليج ايه بوستيريور والايه والفيس انتيريور. ده في مين دي؟ في اريا سنسور اريا 2. وبعدين يبقى عرفنا مكانها، وعرفنا الريبرزنتيشن بتاعها، القص سنترال جايروس والبودي ممثل انفيرتد. هل كل جزء ممثل زي الثاني؟ لا، على حسب الريسبتورز اللي فيه واهميه السنسيشنز فيه. فهنبص بقى مثلا على هذه الايه؟ على هذه الفيجر. دي واخدين زي سيكشن كده، وبنمثل الاجزاء المختلفه من الجسم، الرجل هي فوق شفت بقى، والايه؟ والدماغ تحت. واخد بالك؟ وهنا كل اجزاء الجسم، وكل واحدة بأهميتها ممثلة بخط. طبعا المهمة قوي في الإحساس يبقى خطها كبير، واللي أقل أهمية خطها الخط بتاعها يبقى صغير. بس فبص يعني طبعا مش هتحفظهم ولا حاجة، بس أنا بديك فكرة إن مثلا شوف سنسيشنز من الترانك، الترانك كله يعني الصدر والبطن، شوف الحتة بتاعته قد إيه. بص بقى من اللبس، شايف اللبس قد إيه؟ يا نهار أبيض. بص على الفينجرز، كل فينجر له حتة، يعني الفينجرز ما شاء الله فيها الاحساس جامد. فهنا البريزنتيشن على حسب عدد الريسبتورز اللي موجود، وطبعا ده بالنسبه لاهميه الايه البارت يعني. فده بس صوره بتوضح ان مش كل اجزاء الجسم بتبقى متساويه. ادي ثاني، ادي ثالث حاجه اهو. طيب وايه كمان؟ وايه اللي بيحصل في الاريا دي؟ حاجه لطيفه جدا اسمها كورتيكال بلاستيسيتي. كورتيكال بلاستيسيتي يعني ايه؟ يعني مثلا افرض ان في صمب او one of the fingers اتقطع لسبب ما، تبص الاريا بتاعته سرحت في اللي حواليها، والاريا بتاعت اللي حواليها زادت. يعني العمليه دي مش ثابته. اذا حضرتك قطعت مثلا صباع مكان له ممثل اريا هنا، هتحصل ايه؟ الاريا دي تندمج مع اللي ايه؟ اللي قبلها ولا اللي بعدها، وتلاقي السنسيشنز في اللي حواليها زاد. واخد بال حضرتك؟ فدي اسمها كورتيكال بلاستيستي، بمعنى ان التمثيل او الريبرزنتيشن اللي هنا تشينجبل. يعني ايه تشينجبل؟ يعني ممكن يتغير في بعض الاحيان يعني. واخد بال حضرتك؟ نشوف بقى مع بعض كده. ادي الكاركترستكس. طبعا السنسيشن من الاوبوزيت سايد ده بنمره واحد طبعا، وهنا انفيرتد. وقلت هنا الريبرزنتيشن على حسب مين؟ النمبر اوف ريسبتورز وحته الايه؟ ها؟ الكورتيكال بلاستيستي. وكمان في موداليتي اورينتيشن، يعني نوع الاحساس ممثل هنا بنظام برضه. تبص تلاقي البوستيريور بارت ريسيفز بريشر وايه وتكتايل سنسيشن، والانتيريور بارت ريسيف كاينستاتيك سنسيشن. يعني كل حته برضه في البوست سنترال دايرز اهو، واخد بال حضرتك، لها نوع معين من الاحساس بينتهي عندها. ادي الكاركترستيك فانكشنز. من قبل كده من كل حاجه اتكريتك بقى ولا ايه؟ ها فاين، يلا يا سيد تستقبل ايه يا سيد؟ فاين تكتايل اللي هو لوكاليزيشن، وفاين بريشر، وفاين جريدز اوف تمبريشر، تكستشر اوف ماتيريال، ودسكريميشن اوف ويتس اللي هو المسل تنشن، وستيريو جلوز، ها؟ سنسيشن اوف فايبريشن، وبروبروسيبتيف اللي هو البوزيشن والايه؟ والموفمنت، كل صح. ولوكاليزيشن اوف فين اند تمبريتشر، لوكاليزيشن، وريكوجنيشن اوف ذا كواليتي اوف فين. بين قوسين بفكرك اوف ريمبر ذا بيرسبشن اوف ذيس سنسيشنز
اللي هم مين زود البين والتمبريتشر اوكيرز مينلي قد ايه سلامك ليفل، لكن عشان لوكاليزيشن وعشان الكواليتي يعني عشان الدقه بتاعتهم الكورتكس بس هو اللي يعملها، لكن انت بتستقبل بين ومستقبل تمبريتشر فالسلامك ليفل. ها لو حصل ليجن الله ما هو كله طبيعي على بعض، لو حصل اصابه يلا سي ان ابيليتي تو بيرسيف الاباب ايه سنسيشن لي ناحيه الاول بس. ها طبعا الناحيه الاخرى طبعا leading to loss of detection of fine grades of temperature pressure و weights و pain is less affected لانه ايه مستقبل في الثالاموس. وبعدين orientation of various parts of the body relative to each other يعني تنظيم اجزاء جسمك على بعضها، مفيش سنس اوف ايه اوف بوزيشن ولا كاينستيتيك ولا حاجه. fine localization of various sensations ما تقدرش. There may be also defect in motor performance. في اتصالات ما بينهم برضه وبين الاريز وبعضها فوق فممكن يحصل defect في الموتور performance. فادي بالنسبه للاريا هي يا سيدي اريا مين اللي بنتكلم عليها؟ S1 طبعا سهله جدا وواضح ان اي حاجه بقولها تبقى في الاوبوزيت سايد، يعني يمكن الديفكت اوف ليجن هنا انا مش كاتب لكن طبعا معروف على طول. طيب نيجي على اريا S2 الصغيره دي اللي قلناها دي يعني مكتشفه يعني مش يعني متاخر شويه، موجوده في فيروس اسمه سوبرا مارجن فيروس بيهايند ذا لور بارت اوف اريا S1 شفناه واباف اللاترال فيشر، عرفنا اللاترال فيشر شفناه او اللاترال سالكس. طيب it receives the signals منين؟ من S1 وكمان من السلامك نيكلياي ومن الفيجوال والاوديتوري سنسوري اريز. الله الله الله، يعني انا بقول في هنا نوع من الاندماج او الاتصالات ما بينهم ما بين الاماكن عشان يديلك السنسيشن وتفهم معناها وتبقى على 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 درايه كامله بيهم يعني واحساس بيهم كامل. فهو بياخد من S1 وبياخد من الثلاميك فايبر وبياخد من حاجه كتير. ايه الكاركترستكس؟ اولا باي لاترال ريبريزنتيشن، هنا البودي بقى ايه مش من اوبوزيت سايد لا ده جاي له من ناحيتين. حاضر. ريبريزنتيشن اوف ذا بودي از رافلي هوريزونتال، وريتها لك الهيد اريا في الايه؟ انتيريور بارت والليج فين؟ في البوسيف. بور ديجري اوف لوكاليزيشن اوف ديفرنت بارتس اوف ذا ايه؟ بودي. يعني موضوع الايه ان كل واحد محطوط في مكان معين وبتاع دي برضه ما هياش ايه محدده قوي. واخد بال حضرتك؟ ما هياش ايه محدده يعني فيك كده او يعني ما هياش بالدقه بتاعت S1 دي الكاركترستكس. يهمنا الفانكشنز اولا بوتنشيشن او بوتنشيتس الفانكشن اريا S1 ما هي بتاخد من S1 starts making the meaning for sensory signals يبتدي تفهم بيها. يبقى غير potentiation with function S1 عشان تستقبل السنسيشن هي بتبتدي تفهم. its stimulation sometimes causes complex body movements ممكن. عظيم. نيجي على effect of lesion. effect of lesion هو بدات زي ما نقول هو مقوي ومساعد وبتاع وهيحاول يبتدي يفهم السنسيشن وكده. اهم حاجه تبص لي هنا لو حصل ليجن causes defect in learning based on tactile discrimination يعني عشان تتعلم الحاجه اللي ايه تعتمد على انك تلمسها. ها واخد بالك ما تحصلش لان ما هيبقى احساسك بيها وفهمك لها مش قوي. واخد بالك فممكن يعني نقول لك نمسك اي حاجه ويقول لك والله دي مثلا ايه مثلا يعني ده مفتاح. واخد بالك؟ هتنسى بعد كده لما تيجي تشوفه تبقى مش عارف ده ايه. واخد بال حضرتك؟ فهنا الليرنينج اللي بتعتمد على حاجات تكتايل وكده هتبقى في ديفكت فيه. وبعدين في نقطه مهمه جدا بقى هنا. هل لما يعمل دامج في S2 دامج في S2 S1 تتأثر؟ لا
هنا الاتصال ان سيريز نوت ان بارلل. يعني ايه؟ يعني السلمس يؤدي على اس 1 واس 1 يؤدي على اس 2. فلو حصل ليجن في اس 1 اس 2 تتاثر لانها بتاخد من مين؟ من اس 1. لكن لو حصل ليجن في اس 2 اس 1 ما تتاثرش. يقول لك هنا الاتصال او الكونكشن بتاعنا هنا ها ان سيريز نوت ان بارلل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بفهمك اهو اريا اس 1 اس 1 receives the sensation then supplies information to A to area S2. So lesion في area S1 cause the deficits in the functions of A S2. But the opposite is not true. يبقى لو حصل lesion في S1 يتأثر على يأثر على B على ال S2. لكن لو حصل في S2 ما يحصلش في S1 حاجة. وبعدين نيجي بقى على السوماتوسنسوري انتربريتيف او اسوسيشن اريا اللي هي 5 وايه و7. دي بقى اللي بتفهم 100 100 بقى بتفهم 100 100 بقى ومهمه جدا. راح نشوف لو باظت يحصل ايه. لوكيتد بهايند اس 1 واباف اس 2 صح. وروح شوف في الفيديو 29 ريسيف سيجنال فروم ذا سالاموس عند اول كورتيكال سنسوري اريا. الله يعني ايه يعني وبتاخد طبعا من اس 1 واس 2 طبعا مش عايز كده. ريسيف سيجنال فروم ذا سالاموس اند اول بيرت كورتيكال ايه سنسوري اريز. ات از كونسيرند ويز انتربريتيشن اوف سنسيشن بالحسين. يعني ايه اندرستاندينج اند جيفينج مينينج تو ذا سنسيشنز. اتس دامج ليدز تو حاجتين كبار قوي غير مش بتفهم حاجه برضو. استيريوجنوزس مهمه جدا ولا تدي له حاجه في ايده ولا يعرف ايه. وامورفو سينثيسيس. امورفو سينثيسيس دي لطيفه جدا. بيشنت تلاقي البيشنت فورجيتنج ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي فورجيتنج الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي اند فيلينج اوف اونلي وان سايد اوف اوبجيكتس. يعني يحصل له نسيان لنص جسمه الكونترا لاترال يعني اللي في الاوبزيت سايد. يعني ممكن مثلا وهو ما بياخد حمام مثلا ينسى ينشف النص الثاني. يمكن ينسى يعمله بالصابونه او حاجه اللي هو في الناحيه الثانيه دي. يجي مثلا يمسك اوبجكت يبقى مهتم بنص منه ونص ثاني ولا حاسس بيه. واخد بالك؟ ويعني بيبقى كانه نسي نص جسمه الثاني ده خالص. يقول عليها ايه دي بقى؟ امورفو سينثيس واستيريوجنوزس. وطبعا اللوس اوف ايه؟ اوف الانتربريتيشن او الفهم بتاع السنسيشنز ده بالنسبه لخمسه وسبعه. بعد ما خلصنا السوماتيك سنسيشنز بقى بنخش على البين كنترول او موديوليشن. بين كنترول يعني كيف تتحكم في البين. طبعا مقصود بين انهبيشن ازاي تعمل بين انهبيشن. البين ده طبعا انبليزنت حاجه يعني قاسيه يعني. فربنا سبحانه وتعالى عامل نظام او انظمه في الـ في الـ في البودي تو انهبيت بين ترانسميشن. يعني يحاول ان هو يقلل البين ترانسميشن عشان يقلل ها العذاب بتاع الشخص اللي عنده هذا البين. موضوع كبير ومهم قوي برضو احنا يعني بنختصره ولكنه مهم جدا في الاسئله. يعني بين كنترول او موديوليشن اللي هو بين هاو تو ويت تو بيرسيف هاو تو اتشيف بين انهيبيشن ازاي تقلل الالم. فعندنا ثيوري اسمها جيت ثيوري وعندنا تو بين كنترول سيستمز. دول هم اللي بيقللوا الالم او بيحاولوا يقللوا الالم. جيت ثيوري واثنين بين كنترول سيستمز. واحد اسمه الانالجيزيا سيستم والثاني اسمه اوبييت سيستم. ها؟ اوبييت ايه؟ سيستم. يبقى عندنا كم ميكانيزم بقى دلوقتي يا كابتن؟ ها؟ ثلاثة. الجيت واثنين بين كنترول. انالجيزيا سيستم واوبييت سيستم. دول بيفسروا لنا ازاي بنوقف الالم. طبعا هناك بقى حاجات
صناعي بقى غير بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني بالانالجيزيك دراجز، الادويه اللي بتقلل الالم، سيرتن سيرجيكال والكتريك بروسيدر يعني جراحيا او تعمل الكتريك ستيميشن في بعض الاماكن، دي حاجات كلها بتاعت الانسان بقى. لكن بتاعت ربنا هم ايه؟ كام واحده؟ ثلاثه دول. ونبدا بمين يا سيدي؟ هنيجي للصوره دي حالا دلوقتي. ونبدا بالجيت ثيوري اوف بين ايه؟ كنترول. هذه الثيوري اسيوم هي بتفترض او بتقول ان البين امبلسز وهي جايه من الريسبتورز بتفوت في ريلي ستيشنز او في سينابسز قبل ما توصل السيريبرال كورتكس. فسموا الاماكن بتاعت الريلي دي او السينابسز دي سموها جيتس. جيتس يعني بوابه، ها بوابات. خد بالك ده غير جيت الثانيه اللي يعني خطوه، ها جيت الثانيه جي اي اي تي، اه ده ستامبنج جيت بتاعت السنسوري اتاكس، لكن دي جيت يعني بوابه. يعني في اماكن كل في اماكن السينابسز دي نعتبرها بوابه، لو اتفتحت الامبلس هتعدي وتوصل لحد الكورتكس وتحس بالبين. طب لو كلوزد، لو اتقفلت، البين سيجنال ستوبس، ترانسميشن بتاعها يقف، والبين طبعا ما تحسش بيه. اذا كل القصه ان قالوا ان في جيتس، وهذه الجيتس تعتبر زي ايه؟ بوابات، عشان البين سيجنالز تعدي منها. لو قفلناها طبعا مش هتعدي، والبين ايه؟ ما يعني ما تحسش بيه. ايه اهم الجيتس دول؟ سباينال جيت. خد بقى سباينال كورد اهو فين؟ عند الدورسال هور. فين؟ بالذات عند السبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولين. اول ما يخش النيرون نمره واحد، فاكر لما قلنا بقى في الاسيتراتس، ها نيرون نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه، اه فعند هذا المكان في الدورسال هورن بوابه سباينال جيت. بعدين في بعض الامبلسز بتعمل ريلي في الريتيكولار فورميشن، فبقت بوابه ثانيه في الريتيكولار فورميشن. وبعدين في بيعمل ريلي في الثالاموس ده معظمه، ها بوستيرو فنترو لاترال نيوكليس اسمها سلام الجيت. ده عندي كام جيت؟ ثلاثه جيتس اساسيه، ها سباينال جيت في الدوسر هول، وسلام الجيت في الثالاموس، وفي الريتيكولار ايه فورميشن، ثلاثه جيتس. ماشي. هم اللي بندرسه بقى يعني تفصيل شويه اللي هو عند السباينال جيت ده، عند السباينال ايه جيت، واخد بال حضرتك؟ بيحصل هنا الاتي بقى، نبص على الصوره دي ون ايه وناخد بالنا كويس قوي. الفايبر ده اهو، ده اللي هو اللي في النص ده وفاتح شويه، ده هو اللي جايب البين سيجنالز، وبالذات يعني ده يعني اللي احنا البين اللي نقصده ان احنا عاوزين نوقفه، ها اللي هو السلو بين، يعني بتاع السي فايبرز، سي فايبر الرفيعه دي سلو بين، والكيميكال ترانسميتر بتاعه سبستنس بي، ما تنساش الثاني كان بيطلع جلوتاميك اسيد او جلوتاميت، والافرنت بتاعه كان ايه؟ دلتا بتاع الفصل فين؟ لا البين اللي يهمني اوقفه قوي اللي هو مين؟ السلو الريزل ده، كرونيك بين، ضل ايه؟ ريزل فظيع. لكن الثاني فصل بيحصل لمده جزء من الثانيه ويخلص خلاص، لكن ده اللي قاعد بقى، ها ويزن عليك على طول. يبقى هذا الفايبر هو البين فايبر اهو. طيب. وكل انهبيتوري انتر نيورونز، الاسود ده، الاسود ده والاسود ده. او يعني اللي هم الغاميين شويه. انهبيتوري انتر نيورون، ودي التراكت او النيرف سيل بودي بتاعت السكند اوردر نيورون اللي هو السباينو ثالاميك تراكت. معانا؟ كويس. يبقى ده هو اللي جايب البين اهو. ودي هنا نقول مثلا سبستانشيا جيلاتينوزا وفيها سكند اوردر نيورون هيبدا. يعني النيورون ده بتاع مين يا باشا؟ بتاع السباينو ايه؟ سلام. اوكي؟ انا بس بفهمك ده ايه؟ انهبيتوري نيورونز، الانهبيتوري حبان ممكن يعمل انهبيشن بان يجي نيورون على هذا الايه؟ سباينو سلامك سيل، ها؟ سباينو سلامك نيورون، وممكن يفرز انهبيتوري سابستنس بحيث انها ايه؟
تمنع الديبولاريزيشن بتاعه فيوقف الاكتيفيتي بتاعي ده على طول. عملناه انهبيشن فسميناه بوست سينابتيك ايه انهبيشن، سميناه ايه يا باشا؟ بوست سينابتيك انهبيشن، لان دي طبعا النيورون ده بري سينابتيك والنيورون ده بوست سينابتيك، بس سينابس اهي ها. فلو جه انتهى عليه على طول وعمل انهبيشن نسميه بوست سينابتيك انهبيشن. لكن اللي هنشتغل عليه النهارده حاجه تانية اسمها بري سينابتيك انهبيشن. اسمها ايه؟ بري سينابتيك، لان الانهبيتوري انتر نيورون ده اهو شايفه ما يجيش ينتهي عند السباينال ثلاثة تراك. الله، امال بينتهي فين؟ ده بينتهي على الاندنج بتاع مين؟ بتاع البين فايبر، بتاع الاثر اللي جاي بالبين. فتح معايا. الانهبيتوري نيورون انتهى على السباينو سلامك تراك نيورون ده اهو، يبقى بوست سينابتيك انهبيشن، لانه عمل انهبيشن للبوست سينابتيك نيورون مباشره. لكن في الحاله الثانيه ودي اللي تهمني دلوقتي، ان الانهبيتوري انتر نيورون ما ينتهيش على السباينو سلامك نيورون، لا ده ينتهي على البين فايبر ويسموه بري سينابتيك ايه انهبيشن. خلاص الكلام ده مهم جدا عشان نفهم اللي جاي. فالجيت ثيوري بتقول، الجيت ثيوري بتقول ان في كولاترالز بتطلع من الفايبرز التخينه اللي جايه، السيك فايبرز الاي بيتا بتاعت الجراثيم والكونيت تراكس برانشز منها كده، والى حد ما من الاي دلتا فايبرز بتاعت البين يعني بسيط كده ها، وممكن فايبرز نازله من الكورتكس فوق لحد المنطقه دي ويقولوا عليها كورتيكو فيوجل فايبرز. كورتيكو ايه؟ فيوجل فايبرز. خد بالك معايا، كولاترال من مين؟ ها؟ من السيك فايبرز الاي بيتا، وممكن من الاي دلتا، وكمان فايبرز نازله من فوق. كويس. تنتهي عند الدورسال هورن. ماشي. وستيميوليت انتر نيورون اللي هو ده. يبقى الثلاثه اللي قلت عليهم بينتهوا ايه هنا؟ ها؟ واستميت الانهبيتوري انتر ايه نيورون. الانهبيتوري انتر نيورون ده اهو يجي هنا اهو ويعمل بري سينابتيك ايه انهبيشن، يجي على بتاع البين اني بين فيهم ها، قول السلو اللي هو الفظيع ده ها، ويعمل انهبيشن ازاي؟ يجي على نهايته في التيرمينال هنا اهو ويمنع اللي هو يطلع ترانسميتر. ترانسميتر بتاعه اللي هي سبستنس بي، وبالشكل ده البين سيجنال هتقف وهيبقى فيه انالجيزيا يعني بين كنترول بين انهبيشن. بسرعه بقى تاني كده باختصار جدا، فهمنا اللعبه كلها الاول وبعدين نرجع نحطها في دماغنا عشان نفهمها بقى. الجيت سوري قالت ان في ثلاث بوابات بيمشي فيهم البين سيجنال ها، بوابه السباينال جيت والريتيكولار فورميشن وسالامس. حلو. والكلام اللي بحكيه هنا بيحصل برضه في دور التنين، في التنين يعني في السلامك والريتيكولار فورميشن برضه، بس بتكلم هنا بالتفصيل بتشرحها هنا. فجه يقول لك باختصار كده هو، عشان هو عاوز يسالك عشان يوصل لدي، ان هيحصل انهبيشن هنا ها، بري سينابتيك ولا بوست سينابتيك؟ اقعد يسمع دي بس عايزك تفهمها انت. هنا بري سينابتيك وليس بوست ايه سينابتيك. ده النيورون بتاع السبينال سلامك تراكت اهو. الانهبيتوري انتر نيورون ده اشتغل عليها؟ لا. امال اشتغل على مين؟ على البين فايبر نفسه. عمل ايه؟ منع خروج الايه؟ النيورو ترانسميتر بتاعه، يبقى البين وقف. المهم مين اللي بيشغل دول؟ الانهبيتوري انتر نيورون ده مين اللي بيشغله؟ كولاترال من الاي بيتا فايبرز وممكن الاي دلتا وحاجه جايه له من فوق من الكورتكس اسمها كورتيكو فيوجن. في دقيقه واحده قلتها لك. والكلام ده كله هو الرص اللي جاي كله على الحته دي. تمام. وده بيورينا ان في حاجات كده بنعملها تضيع الالم، حاجات تضيع الالم. يعني مثلا واحد عمل رابنج مسكين قاعد عنده حاجه بتوجعه كده او بتاعه، واخد بالك؟ واحد يدعك في الجلد او يضغط عليه، تبص الالم يقل. ما دي عشان حضرتك شغلت مين؟ ها،
عشان شغلت الاي بيتا فايبرز التخينه دي. تمام، فبقيت عامل انهبيشن زي ما قلت لك اهو. في ناس يحطهم كاونتر ايريتنت ويحطوا لينمنت اللي هي المراهم اللي هي بتلسع دي واللفخات، واخد بالك، يحط حاجات كده سخنه على الجلد ووصل الايه الالم قل، لان انت هنا بعت امبلس عن طريق الايه ممكن الايه دلتا بتاعت بتاع الالم الفصل فين، وممكن عن طريق الايه بيتا ده اهو، وحالات اخرى بالشكل ده. يعني يبين لك طب الراجل اللي بيعمل اكو بانكشر، ايه الاكو بانكشر؟ بانكشر ده الابر السينيه، ازاي يحط الابر في مكان ما يضيع الالم؟ لابد بيعمل استيميليشن للريسبتورز هنا اللي يطلع منها ايه فايبرز ايه بيتا ايه بيتا او ايه دلتا، مش كده ولا ايه؟ ودول يجوا يشغلوا مين؟ الانهبيتور انتر نيورون ده، بيطلع هنا كلمه الترانسميتور انهبيتوري اسمه انكيفالين، اسمه ايه؟ انكيفالين او جابا، انكيفالين او جابا دي اللي هي جاما امينو بيوتيريك اسيد. يجي هنا على نهايه النيورون بتاع السلوبين ويمنع خروج الترانسميتر، هنعرف ازاي بعد كده بطريقه، وبالشكل كده البين يتوقف. اذا اول حاجه قايل لك هنا اهو at the spinal gate pain transmission is blocked by a mechanism called ايه presynaptic inhibition as follows. واقرا بقى يا حبيبي معايا في الدورسال هور collateral fibers من مين؟ ها السيك اي بي، ها probably also منين؟ من الاي دلتا. مالهم؟ activate inhibitory interneurons that terminate on the central end of the sloping fiber not on the neurons of the spinal ceramic tract. ارجوك تاخد بالك، يبقى الانترنيورون ده هيت ريليز ايه؟ خد بالك، ها ريليز انهبيتور ترانسميتر انكيفالين او جابا جاما مايوكليك اسيد وبريفنت ريليز اوف سبستنس بي. خلاص يعني مش مظبوط، بيسندنج انهبيتور نيرف فايبرز فروم سيرتر ارياز ان ذا كورتكس اسمهم ايه؟ ها كورتيكو فيوجن فايبر كان اولسو بلوك بين سيجنال ترانسميشن at the spinal gate وكمان عند السلام الجيت والريتيكولار فورميشن. مظبوط؟ اخيرا الجيت ثيوري اكسبلين ريليف اوف بين باي كاونتر ايريتنس، ها اللي هي حاجات سخنه كده يحطوها على الجلد او مراهم بتلسع تعمل استيميليشن للايدلتا فايبرز دي والسلو وسكين رابنج مثلا ده بيعمل استيميليشن للاي بيتا ايه طيب. عشان كده قالوا ان برضه ممكن الاي دلتا بتشتغل، بس في ناس بينكروها، لا ممكن طبعا الاي بي تي اساسا لكن ممكن كمان الاي بي تي. ده اول طريقه بتاعت الجيت ثيوري. ثاني طريقه ايه عشان نوقف البين او نقلله؟ في برين اوبييت سيستم اوف بين كنترول. اوبييت جاي من اوبيوم، واوبيوم اللي هو الافيون، عارفين الافيون اللي بيشربوا عشان كده دماغه تتعدل، واحنا بنستفيد منه طبيا نطلع منه الماده الاكتف بقى فيه اسمها المورفين. اسمها ايه؟ المورفين. والمورفين ده طبعا انالجيزك. يعني ايه انالجيزك؟ يعني يضيع الالم. بنستعمله احنا عشان كده. وبعدين لو المريض خده كتير يحصل له ادكشن. ادكشن يعني ادكشن يعني ايه؟ يدمن. يدمن المورفين. انا بقول لك المورفين ده هو الماده الاكتف اللي في مين؟ اللي في الاوبيوم. مين هو الاوبيوم يا ابني؟ ايه هو الاوبيوم ده؟ ها؟ اللي هو ايه؟ الافيون. فبقول برين اوبييت سيستم اوف بين كنترول. ده برين. برين اوبييت. ده حاجه في البرين بقى. مش ماده ده بس انا بقول انها بنشبهها بالاوبيوم. يعني ايه الحكايه؟ ايه ما فهمنا يا عم ايه الحكايه؟ الحكاية إن ربنا سبحانه وتعالى برحمته الواسعة كتب جوه في الـ في الـ في الـ في الـ CNS نظام يقلل الألم عن طريق إنه يفرز مواد الأكشن بتاعها زي المورفين، وتشتغل على الريسبتورز اللي بيشتغل عليها المورفين بس داخلية بقى رباني. بيقولوا عليها بودي مورفين او اون بودي مورفين، يعني المورفين دي بتاعت الجسم. ماشي؟ مين اللي عاملها؟ ربنا سبحانه وتعالى. بتتفرز منين؟ هنشوف. ها؟ المهم انها سموها ايه؟ ها؟ اوبيويد بيبتايدز. سموها ايه يا سيدي؟ اوبيويد بيبتايدز نسبة الى الاوبيوم.
وبتشتغل على ريسبتورز اسمها اوبييت ريسبتورز، اوبييت ريسبتورز فاهمني، وبتعمل انهبيشن للبين ترانسميشن، بري سينابتيك وبوست سينابتيك انهبيشن الاثنين، بري سينابتيك وبوست. طب انا قلت لك من شويه بري سينابتيك ده النيورون بيطلع ماده اسمها الانكفالين، الانكفالين ده هو واحد منهم، ها من الاوبيوت تايبز دي ماشي. اذا اول حاجه بنقولها اوبيوت ايه التايب، واتكلمنا الاول على المورفين وان ده هو الاكتيف سبستنس اوف اوبيوم از ان انرجيتك سبستنس. على فكره الاوبيوت تايبز الطبيعيه بتاعت ربنا اقوى منه، اقوى من المورفين ما شاء الله. That decrease pain sensation through blocking the conduction of signals in the brain in the pain pathways by both presynaptic و postsynaptic. فهمناها بقى postsynaptic يعني يجي على النيرف سيل بتاعه السبينال سيراميك تراك ده انهبيشن مباشره، presynaptic ينتهي ها سيميشن للانتر نيورون، والانتر نيورون ينتهي عند البين نيرف اندنج مش على السبينال سيراميك تراك، وشفناها في الصوره دلوقتي. الاوبيويد بيبتايدز حوالي 12 ار ناتشورالي، ناتشورالي بتاع ربنا مورفين لايك سبستنس ذات ار فورمد اند ريليزد انسايد ذا بودي باي سيرتن نيرف فايبرز سو ذي اكت از نيورو ترانسميترز، ونسميهم بوديز مورفين. ها مورفين دي بتوع الجسم مش بتاع بره اللي جاي من الخارج من لحقنا ولا بتاع. They are more potent than morphine نفسه. و produce an effect by binding specific receptors اللي هم opiate ايه؟ receptors. وبعدين هم لقوهم ايه؟ ها؟ كتير حوالي 12. هم ثلاث انواع وكل واحد بالذات دول منهم عده انواع. في انكفالينز واندورفينز وداينورفين. داينورفين ده بيقولوا واحد بس. واقواهم. انكفالينز في اثنين. ميت انكفالين وليو انكفالين موجودين في الانرجيزيا سيستم، يعني سيستم كده عشان ازاله الالم هقوله حالا، وكمان في الليمبك سيستم وفي الجي اي تي والسلامس ها ادرينال المظله ماشي، وممكن يتكسر او يبقى انكتيفيتد بانزيم اسمه انكفالينيز، وده نوعين اي وبي، يعني انكفالين يتكسر بالانكفالينيز ماشي. اندورفينز برضو كذا واحده، اهمهم بيتا اندورفين وبريزنت مين في الهايبوثالامس والبيتيوتري جلاند، افكت اقوى من الانكفالين لكن اقواهم على الاطلاق ولو انهم اقلهم في الكونسنتريشن يعني ها اللي هو داينورفين. يبقى الثلاث اسمه ايه؟ انكفالينز اندورفينز وداينورفين ماشي، بيشتغلوا قلنا على الفين على الاوبييت ريسبتورز. كم نوع؟ والله هم برضه اكتشفوهم ثلاثه، في ناس قالوا خمسة وسموهم دلتا وكافا وميو ريسبتورز ماشي. وطبعا في علم الأدوية وعلم يعني التعامل بالعلاج والأدوية والكلام ده لابد تعرف الريسبتورز، لأن مش كل ريسبتور زي الثاني، ممكن يبقى يتقبل إنه يشتغل بمادة ولا يتقبل يشتغل بمادة مشابهة، لكن يشتغل بدي وما يشتغلش بدي واخد بالك؟ فبيختلفوا في الديستريبيوشن، يختلفوا في الفسيولوجيكال بروبرتيز والفارماكولوجيكال بروبرتيز وهكذا يعني. المهم انهم موجودين طبعا في سيستم يحولوا حالا اللي هو الانرجيزا سيستم وفي الجي اي تي، وكمان على السنترال اندنج اوف بين كوندكتنج نيرف فايبرز اللي قلتها من شويه. نيرف فايبرز اللي وريته لك في الصوره دلوقتي، وبينتهي ال بيتو انتر نيورون عليه وبيعمل بري سينابتيك انهبيشن ها عشان ده يفرز ماده الانكفالين. وقلت لحضرتك انكفالين ده وان اوف ذا اوبيويد بيبتايدز وكان بي بلوكت باي دراج كولد نالوكسون. نالوكسون ده ممكن يوقف الاكشن بتاع الريسبتورز ده وستيميوليتد اكسوجينسلي بالمورفين والكتريك ستيميوليشن في الاماكن كده في الانرجيزا سيستم وإندوجينسلي باي ذا اوبيويد بيبتايد. يبقى الريسبتورز كتير
ثلاثة اكتشفوا يعني معروفين قوي، مختلفين طبعا في صفاتهم يعني، او في الكاركترستكس والديستريبيوشن بتاعهم، وموجودين كتير قوي في طبعا سيستم اسمه انرجيزا سيستم حولوا فورا، وفي الجي اي تي، وعندي نهايات البين اندنج اللي انا قلتها من شويه فوق عشان تعمل كل سيناتيك انهبيشن. ممكن يشتغلوا اكسجينسلي بالمورفين، واخد بالك، او بنعمل استيميليشن كده في بعض الاماكن يعني. وممكن اندوجينسلي باي الاوبيويد ايه بيبتايدز. ماشي، نيجي بقى على الميكانيزم الثالثه اللي بتعمل ايه بين انرجيزي، واسمه ايه؟ ها، بين كنترول انرجيزي سيستم. برضو من الاسئله اللي ايه بتحبوا يسالوها، بين كنترول انرجيزي ايه سيستم. السيستم ده زي واضح من الاسم انه بيعمل بين كنترول، اقصد بين انهبيشن طبعا، وده بيمثل ريسوبرا سباينال او سنترال ميكانيزم فور بين انهبيشن. سوبرا سباينال او سنترال ميكانيزم، لان ممكن نسمي الجيت ثيوري او الميكانيزم اللي قالها الجيت ثيوري نسميها البريفرال ايه؟ او سباينال ميكانيزم اوف بين انهبيشن، قلناها في الجيت لانها في السباينال كور، ما تبقاش سنترال بقى، هنقول عليها بريفرال او سباينال، دي سوبرا سباينال او سنترال. ماشي، يبقى لو احنا لو قلنا سمينا دي كده هنسمي الجيت ثيوري ايه؟ بريفرال او سن او سباينال. طيب ايه بقى ايه الحكايه بتاعت السيستم ده؟ عباره عن سيستم لقوه متكون من الاتي، ومسؤول عن الانالجيزيا يعني عن اضاعه الالم. اولا نيوكليات الهايبوثالاموس اسمها بيري فنتريكولار ميديال، في الميزنسيفرون اللي هو الميد برين يعني في الابر بارت اوف البرين ستيم اهو، اسمها بيري اكويداكتال ايه؟ جراي اريا، بيري اكويداكتال جراي. وبعدين في اللور بارت اوف ذا بونز والابر بارت اوف المجله نيوكلس اسمها راف ماجنس نيوكلس. وبعدين في جزء بقى عند الايه؟ عند السباينال كورد الدورس الهرني هنا اللي هو مين؟ بيقولوا عليه بين انهبيتوري كومبلكس، بي اي سي، بين انهبيتوري كومبلكس. يبقى هذا السيستم مكون من فوق لتحت كده من كام حاجه؟ فهم يا باشا قول لي قول لي يا حبيبي قول. بيري فنتريكولار نيوكليار هايبوثالامس، بيري اكويداكتال جري اريا، قلناها قبل كده، قلناها ان السلو فين بينتهي فيها، روح بس شوف او باج في الميد برين والابر بونز. راف ماجنس نيوكليس في اللور بونز والابر ميدال، بين انهبيتوري كومبلكس اللي هو ايه؟ بي اي سي.